اشتغل بهدوء. بعد ما ناخد الموافقة من رئاسة الوزراء نعلن عن المشروع. وتشكر ليكم. تفضل. كريم أكتر واحد حبيته في حياتي. وليه سبتوا بعض؟ طفش. مامي كانت شايفاه مش قد المقام. وانت شايفاه زي ما هي شايفاه؟ لا طبعا، أنا شايفة كريم إنسان طموح وشاطر في شغله، وألف بنت تتمناه كمان. بيشتغل في انترناشونال بانك، وبعد ما سيبنا بعض بسنتين بقى ياخد سالري كبيرة جدا. بس كل ده ما كانش كفاية، ولا هو ولا عيلته ولا شغله، عشان صفيناص هانم تبقى شايفة كفاية. مش عارفة ليه دايما كانت بتعمل كده، على طول بتحسسه ان هو قليل. من الاخر يعني كريم ما كانش كفايه ان مامي تعرف تتمنظر بيه قدام اصحابها يعني. ايوه بس هو ما كانش متجوز دكتوره سفير ناس، هو كان متجوزك انت. انت فاكر ان انا ما كنتش واقفه قصادها؟ انت فاكر ان انا دي كانت حاجه عجباني؟ اكيد ما كانش عاجبني وكنت على طول معترضه، بس هي دايما كانت لازم تقعد تذل فيه وتحسسه ان هو اقل مننا، لغايه لما هو طلب الطلاق. طبيعي اي راجل ما كانش هيقبل كده على نفسه. اكيد كان لازم على الاقل قصاد نفسه يحس ان هو راجل وعنده كرامه، او حتى عشان قدام ابننا. عشان كده بعد كريم كنت بتتجوزي رجاله مش ناجحين او مش متحققين في الحياه، وكمان عشان تضايقي دكتور سفيناس. هو انا ليه بعمل كده يا دكتور؟ في علم النفس السلوك ده بيسموه سيلف سابوتاجينج، نوع من انواع تدمير الذات. في ناس بتلجأ للاكل، وفي ناس بتلجأ للخمره، وفي ناس ممكن توصل ان هي تعور نفسها كمان. انت بقى كنت بتلجأي لجوازات فاشله، وكل مره أسوأ من اللي قبلها. ده لانك ما عرفتيش تحافظي على العلاقه اللي بينك وبين كريم، وكمان عشان تضايق والدتك اللي كانت سبب في ان كريم يطلقك. درجات يا دكتور؟ الدرجات انا معقده؟ مش انت بس المعقده يا ساره، النفس البشريه كلها كده. وانك تفهمي حالتك وتعرفي انت بتعملي ايه، دي بدايه الطريق انك تحلي مشاكلك. بس انا مش عايزه ابقى كده، انا عايزه اكون احسن. لو مش عشاني عشان ابني، انا مش عايزه ابني يشوفني كده. وعشان احمد، انا مش عايز ادخله في مشاكلي. احمد ده دكتور احمد مجدي اللي حكيتي عليه؟ اه. ليه خايفه تخسري احمد؟ عشان من بعد كريم هو اول حد احس انه خايف عليا، حد انا برتاح وانا بتكلم معاه. حتى انا مش بتكلم معاه عشان اضايق مامتي وخلاص، لا انا عايزه اتكلم معاه. الفتره الاخرانيه كانت صعبه قوي، وهو ساعدني كتير. انا مش عارفه لو هو ما كانش في حياتي انا ممكن كنت اكون ازاي، او لو هو مش في حياتي انا ممكن يجرالي ايه. بعد إذن حضرتك سؤال بره التحقيق. لما عندك فيديو سارة اللي بيثبت علاقة مصطفى بصفيناز، ما قدمتهوش ليه لمراد؟ وكنت خلصت منهم كلهم مرة واحدة. كان هيبقى انتقام عبيط قوي منهم كلهم.
ما يلقش على شرهم. بما اننا اوف ريكورد، خليني اقول لك على حقيقه خطتي للانتقام. كنت عايزه صفي ناس تخسر كل حاجه، فلوسها، سلطتها، وبيتها اللي سجنت امي عشان تحميه. كنت عايزاها تشوفه بيقع حته حته، وتشوف عيالها بيقعوا قدامها واحد ورا التاني. اما مصطفى فكنت عايزه اخد منه اكتر حاجه بيحرص عليها في الدنيا. كانت اول خطوه اخد منه تحويشه العمر.